حكيم مابقاش نهضروا عليه. حكيم لاعب دولي، لاعب كبير، عنده المكان ديالو، واي مباراه كبيره تبارك الله تيبان. يعني اللاعب كاين، اللاعب تيديها في لونطريمون ديالو، خالوق، مديها غير في لونطريمون، الماتشات، الفرقه، مابقاش حس به. يعني السيد تيعطي، سبحان الله العظيم، كل ماتش كبير الا تيبان فيه، وكل ماتش غادي المستوى ديالو تيتزاد الحمد لله. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. بالطبع ما تنساش واحد الحاجه، الحكيمي ملي تيلعب حر، تيلعب حر تيعطي. راه شتي باريس سان جيرمان المدرب ديالو راه فهمو، وكيعطيه ليسباس فين يلعب. قبل كان تيحبسو، ما كانش يفوت بزاف كاري زويت، الاكثريه ما كانش يفوتها قليل. واش نقول لك، دار دورتموند تبارك الله وصل عندي. واش نقول لك، غادي المستوى تيرتفع، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله، والله يسهل عليه. لما صراحه فرجنا البارح، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله في الروتو ان شاء الله. كان مزيان بكل صراحه، كي بيكي مزيان، كينزل فهمتي. يعني كان دوز بون ماتش بكل صراحه، وخا تعذب شويه مع ذاك اللي يقول فهمتي، ذاك تعذب شويه كان ذاك اللاعب اللي كان شاد هو فهمتي، لعب مزيان فهمتي. كريم اديمي. هذاك واش عربي هذاك؟ بكل صراحه محليه، واخا المهم هو فهمتي، اللعاب كان مزيان فهمتي، عارف ولكن اللعاب الاخر بحال محنو بكل صراحه، وما جيروش غيكون صعيب فهمتي، غيكون صعيب عليهم تما. دورتموند تاهما يعني كيما تقول الماكينه، لي زالمون فهمتي، الماكينه فهمتي، بحال يبقاو في النهايه هادو فهمتي. عارف المهم حكيمي دوز بون ماتش تبارك الله عليه، حكيمي يستمر بكل صراحه. يعني فهاد الساعه هو احسن اريان دروا، كيكيب مزيان فهمتي، كينزل هاك الشكل ديال كالتز ديال الالمان فهمتي، كوالي تبارك الله عليه. البارح تمحن بكل صراحه، والله يا ربي الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربحوا الرياضة.